حبايبي انا طلعت اوريكم صفاء اهي يا غالي، نزلت لها يومين اهي. وقولي لهم يا صفاء، انت كنت والده فين؟ والدة وجيت على شقتي يا جماعة، يعني هقولك فين يعني. في ناس كتير يا صفاء قعدت تقول ان انت عند مامتك وقعدتي عندها. لا ما رحتش عند والدتي خالص من ساعة ما ولدت، وانا ما رحتش عند والدتي. وهيقولوا انت مزعلين. لا ما حدش مزعلني يا جماعة، ماما سمعت تزعل حد يا جماعة ولا دي حما؟ يا جماعة ما بتشوفوها في الفيديوهات، هي دي الحياة بتاعتنا يعني. احنا عاوزين يا غالي نعمل منظر قدامكم والكلام ده. عاوزين السؤال يبقى كد الجواب الحلو. ماما سناء عاوزه اللي يجاوبها ويسالها سؤال ولا يكتب لها كومنت. يكتب لها كومنت حلو. بلاش يا جماعه الكومنتات اللي بتحرق الدم دي، احنا ما عتهمناش يعني كومنتاتكم السلبي، مش هتتاثر فينا باي حاجه. بس احنا ايوه قول يا صاحبي. ممكن اصور لكم فوق شقتي واعرفكم ان انا اول ما ولدت جيت على شقتي هنا، بس احنا ما رضيناش ننزل حاجه يا جماعه عشان عارفين اللي يعني ناس كتير عارفه اللي تبقى لسه والده دي بتبقى عامله ازاي. وبعدين برضو كلام الناس دي لسه والده وطلع على الصفحه بتاعتهم ولا على القنوات بتاعتهم والكلام ده كله، ما رضيناش نصور. اللي صورني هناخده كلام، واللي ما صورناش هناخد كلام. بالظبط، شايفين الناس يعني عامله ازاي، اللي بيولدوا بيطلعوا على طول. فأي حد دلعونا من دماغكم، اللي يحبني يكتب لنا الكومنت الحلو فوق راسنا، واللي ما يحبناش يخرج من حياتنا خالص. اي حياة ماما سناء مسكرة بالحلوين المحترمين. وادي حريم ولده، هم ربنا يكفيهم شر العين. شر العين. وادي الواحدة بأرادتها اللي هي قاعدة في شقتها، مش اللي هي حد برضه فاسبة ان عايز تروح عند امها وهم مخزقين. يعني يا جماعه يعني الواحده بتردد جوزها بيغصبها على حاجه ولا ماما هي الواحده بتغصبها على حاجه، بترتاح في شقتها عامه راحتها. بس فعلا الواحده ما بترتاحش غير في مكانها. فين الوحده اللي تيجي في بيت جوزي وهو عز عند امها؟ احنا ما نقولوش مش عز، عز وفوق راسنا من فوق. بس الوحده في بيت جوزها تتنفس ويبقى جوزها جاره، وتلقى حياتها بجورها وعيالها، وتلاقي جوزها وتلاقي اهل جوزها واهلها كلهم هيبقوا معاه. يا ولاد بلاش الكلام اللي ما يقضيش مصالح. ماما سناء ما بتزعلش حد، يا ريت محدش يزعلها. سامعين يا حبايب ماما سناء يا مسكرين. والدور دلوقتي على مين؟ ربنا يبعدنا شر العين. الدور على من؟ ادعوا لها بقى يا جماعه، ادعوا لها ربنا يديها ساعه من عنده هو واللي معاه. منها برده ما تنزلش عشان ما تقدرش تسافر منها، هتقعد 40 يوم مش هيخليها تنزل. 40 يوم مش هتنزل عشان ما حدش يسال على مين. والكلام زي ما بنسمع كده التعليقات بتاعتكم. ماشي يا حبايبي، ربنا يهديكم، ويا رب يدي كل مشتاق الدرية الصالح. يا رب يجبر خاطر كل مشتاق بالدرية الصالحة. يا رب يجبر خاطر كل عاوز درية صالحة، ويسد كل حي مديون، ويرزق كل الشباب البنات الحلال اللي تريح، ويدي الشباب الخير كله ويرزقها بالمال كله. حبايب ماما سناء مستنية الفيديو ده، كومنتاتكم المسكرة يا حلوين.